واحدة بتسأل بتقول أنا شابة وأنا مطلقة والحقيقة أن أنا عايز أتجوز، فساعات أروح أكلم من أرى أنه صالح للزواج، فهل هذا حرام؟ يعني كأنها تعرض نفسها على من تراه صالحا للزواج. أنت متجوز؟ لا مش متجوز. ده أنا برضو مش متجوزة. ها؟ يعني كأنها وأنا شايفاك كده راجل ابن حلال، كلام كده. فهل ده حرام يعني التعريض ده؟ أبدا والله ما هو حرام ولا حرام ولا مكروه. والصحابيات كنا فعلنا هذا. مرة واحدة صحابية قالت لواحد من الصحابة برضو، قالت له أنا عايز أتجوز وملكتك أمري، يعني جوزني اللي أنت عايزه. قال تزوجتك. واخد بالك إزاي؟ تزوجتك، يعني فهم منها إنها بتعرض عليه نفسها بما هو خالية وتريد الزواج، وبتستأمن هذا مش في نفسه فقط، لا ده حتى اللي هو عايز يجوزه لها هيجوزه لها. فرح ليه تزوجتك. ها، يبقى إذن الحالة الاجتماعية دي اللي هي العلاقة بين الرجل والمرأة، الاجتماع البشري يقوم على العلاقة بين الرجل والمرأة، هي في الإسلام في غاية الرقي والعفاف وفي غاية الانفتاح وليس في غاية الانفلات، بل هي في غاية الانفتاح والتفتح، والانفتاح والتفتح ليس انفلاتا بل هو أمر محترم راقي عفيف عاش فيه المسلمون أبدا. وظل هذا الحال في العلاقة بين الرجل والمرأة على أحسن ما يكون إلى العصر العثماني. لما دخل العثمانية مصر 925 هجري تغير الحال. ابن حجر العسقلاني كان ليه 52 شيخة ذكرهم في مشيخته. 52 يعمل ازاي؟ طب كانوا بيقعدوا ازاي؟ طب بيقعدوا فين؟ طب بيقروا ايه؟ بيروح لها البيت ولا هي بتيجي المسجد؟ واخد بالك؟ ما انت تتصور كده. يعني ابن حجر العسقلاني امير المؤمنين في الحديث، الشيخ بتاعه الفيروز ابادي بتاع القاموس المحيط والقاموس الوسيط فيما ذهب من لغه العرب شماطيط كده. ابن حجر صاحب الفتح، لما الشوكاني قالوا له مش تشرح لنا البخاري؟ قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال لي فيه بعد كده كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري أعجوبة. ازاي واحد عرف كله ده ولا ألفه ولا نظمه ولا عمله ازاي ده؟ وكان شافعيا يتعصب للشافعية، عشان اخواننا بتوع اندونيسيا يفرحوا من الحاجات دي، وماليزيا برضه يقولوا ايه كان شافعيا متعصبا للشافعية، بس ما يبانش. ها، تقرأ ما يبانش، لكن كل حاجة في الترجيحات تلاقيها شافعي. واخد بالك؟ وكان قدامه واحد بيعمل شرح البخاري برضه، كان اسمه، ألف كتاب اسمه عمدة القاري شرح صحيح البخاري. يبقى ده ألف فتح الباري وده ألف ايه؟ عمدة القاري، الشيخ العيني. والشيخ العيني كان حنفي، واخد بالك؟ وتروح ورا جامعة الأزهر القديمة تلاقي مسجد اسمه مسجد الشيخين أو الشارحين، مسجد الشارحين. العيني
والقسطلاني ومدفونين فوق بعض مش جنب بعض، يعني مدفون واحد تحت خالص وبعدين واحد فوقه. اللي تحت خالص الشيخ العيني لأنه أقدم في القرن التاسع، واللي فوقه الشيخ القسطلاني صاحب إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، لأنه كان فوقه ده اهتم بالنسخ، فده اهتم بالشافعية وده اهتم بالحنفية وده اهتم بتحرير النسخ. علم علم يظهر كانوا عارفين ميثودولوجي، لا علم علم، عارفين المنهجية ماشية ازاي. يقول الشيخ الشوكاني، الشيخ الشوكاني اللي هو قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونونية وحاجات زي كده، هو كان هو من المحققين من المحققين. فإذا الست دي اللي عايزة تعرض نفسها ما فيش مانع. العلاقة دي، العلاقة دي ما بين الرجل والمرأة كانت لغاية الدخول العثماني سهلة، والرجل يتعلم عند المرأة والمرأة عند الرجل. أمال الست دي اللي علمت ابن حجر اتعلمت فين؟ ما اتعلمت كده. وفضل الحال ده لغاية ما جم راحوا عاملين سلام لك وحرام لك. سلام لك الأوضة بتاعت استقبال الرجالة، ويفتح لك باب من ورا حرام لك، تيجي الست من ورا كده اهو حرام لك. بقى في سلام لك وفي حرام لك ابتداء من القرن العاشر الهجري. يبقى احنا الدين الموروث الاول كانت العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة محترمة عفيفة عالية القدر. وده يمنع الفساد يعني؟ أبدا، ما الفساد موجود موجود، ده مش قضية فساد، دي قضية أصول يجب أن احنا نعيش فيها.